بشكل عام والغذاء والعادات الصحية الخاطئة بشكل خاص، وبيأثر انتشار هي المفاهيم سلبا على حياة الكثير من الناس. طبعا في كثير من الأشخاص بيحاولوا يغيروا من هي المفاهيم ويصححوها، وهي أكيد خطوة كثير مهمة للسعي وراء صحة جسدية سليمة وأيضا القضاء على كل الأخطاء المرتكبة بحياتنا اليومية. لحتى نحكي أكثر عن هذا الموضوع بصيرنا نرحب بالدكتورة ثواب الغبرة الاختصاصية بالتغذية. صباح الخير دكتورة وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك دكتورة. خلينا نبلش بالبداية نحكي عن الثقافة الغذائية يلي بيجتهد فيها بعض الناس وبيوصفوا وصفات لحالهم أو بيطلعوا وصفات من النت وأنه خلص هذا هو النظام الغذائي وهي الوصفة المناسبة له. بالضبط، النت وأخبارها ومعلوماتها على الرغم من فوائدها وسرعة انتشار المعلومة فيها بشكل عام تكون خاطئة. بالضبط، ما في إلها مرجعية تقدري تحاولي إنك تعرفي شو مصداقيتها. الشيء الثاني اللي ما بيعرفوا إخواننا المشاهدين إنه أنا جسمي طبيعته غير جسم جارتي، غير جسم أختي، غير جسم اللي حواليي اللي عم ينقلوا لي المعلومة هاي بغض النظر عن مصداقيتها وصحتها وهالأمور. الفكرة اللي أنا بدي إجي عليها إنه أحياناً كتير كمان وتشاع معلومة ما لها أساس من الصحة بيصدقوها العالم، يعني مثل ما بيقولوا كيف بدي أقول لك شائعة ليس لها قاعدة علمية. اللي بيخوفنا بالموضوع إنه تأثر على الصحة سلباً، يعني نحن جايين نحكي هلأ معلومات كتير سمعانينا وكتير رح يختلف الوضع تبعنا عليها، لكن حتلاقي قديش فرقت على المدى البعيد بصحة الجسم وهالنقاط هاي. سبوتات بسيطة، المعلومات حنقلد فقرة معلومات لايت عنكم لكن هتكون كثيفة الحلقة، مركزة، حلاوتها ببساطتها، وصفات مختلفة بأنواع موضوعات مختلفة، لكن إن شاء الله تفيد أخوانا المشاهدين. أوكي، نحن دكتورة رح نحكي شوي عن المعدة، عن الجهاز الهضمي عموما، رح نحكي عن الرياضات المتبعة، عن النظام الغذائي اللي ممكن يعملنا بلوك لجسمنا وما بقى يقدر يستجيب الجسم. خلينا من الرياضات نبدأ، إنه الرياضة أكيد كتير مهمة وكل الأشخاص مفروض إنه هن يمارسوا هي الرياضة، ولكن في أشخاص تعمل مثلا رياضات التنحيف وفي أشخاص تعمل رياضات زيادة الوزن، فعلا هي هي الرياضات مفيدة في حال اتبعناها بطريقة صحيحة؟ شو هي الأخطاء الشائعة اللي ممكن نرتكبها بهالموضوع؟ الأخطاء الشائعة إذا أنا بيفوت الرياضة تنظم وزن الإنسان إذا أنا هدفي التنزيل كيف أنا أتبع أنواع معينة من الرياضة، وإذا كان هدفي البناء كيف أتبع أنواع أخرى من الرياضة. أول خطأ شائع بالنوادي اللي هو أهم من ما أحكي عن الوزن، مع الوزن عندي اليافعين وقت بيفوتوا على النوادي وبيحملوا أوزان على رقبون أو بيحملوا أوزان هنا مسطحين وبيسحبوا لي عندي إياها بيركبون عندي أوزان ثقيلة. هاي كتير من أكبر الأخطاء الشائعة بالنوادي، هاي بتعمل عندك يا قصر قامة وليس تطويل قامة. الشاب أو اليافع عندك يا مع لاحق وقت يحمل أوزان ونمي عضلاته. أنا مو ضد فكرة تنمية العضلات بفترة اليافعين، لكن أوزان على الرقبة أنا أرفضها نهائيا. النقطة الثانية اللي بيقول عندي القفز كتير مؤذي بفترة تعظم العظم. القفز مؤذي بفترة تعظم العظم، حتى لو كان باسكت، حتى لو كان عندي، مو يعني إن أنا أحرم الطفل بالقفز عندك ياها منطقي أو هي، لكن أنا مارس الحبل بفترة التعظم بكلس المفصل عندي وبيسرع الظروف الاتصال للتعظم. الشيء الأهم هلأ نرجع على الوزن، نحن فتنا على النوادي الرياضية بهدف إنقاص الوزن، يجب أني أنا ألتجه إلى تمرينات الكارديو تماما وما يصير تناول طعام بعد ساعة من عن ممارسة الرياضة. في حالة نحن نريد البناء نروح نتجه لتمرينات البناء البيلدينج اللي فيها الأوزان أساسا، مو ضد فكرة أنا البامبلز الخفيفة جدا عندك على شد العضلة، لكن أوزان تتجاوز 3-4 كيلو بلش الجسم يبني عضلات فوق عضل عندي مشحم. فأنا بقول حتى للإنسان اللي بده يعمل بيلدينج ينظف عضله من الدهون بعدين يعمل البيلدينج، كرمال هيك بنشفه دكتورة قبل بعدين بيرجع الكارديو. هذا أهم هلأ بالفترة هاي. الأخطاء الشائعة لمرضى هشاشة العظام إنه يقولوا له عندك يا لا تتحرك لا تمشي لا الفكرة الأساسية مريض هشاشة العظم ما لازم ينزل نزلة قوية وما لازم يطلع طلعة قوية أو درج قوي. حتى مرضى المفاصل لازم يمشي. حتى مرضى المفاصل اللي عندهم التهاب مفاصل يمشوا بقدر الإمكان يحركوا مفصلهم، لأنه المفصل هون بيتعرض للتكلس بأسرع وقت إذا ما كان عم يعمل عملية الحركة تبعه بقدر الإمكان. مريض الهشاشة لازم يمشي يوميا لو ثلث ساعة. مريض لو إذا ما العضلة اسيت على فوق العظم صار العظم مثل البسكوت الهش، وهون بتجي من مصطلح الهشاشة تبع العظم. كل ما كان العضل أقوى كل ما فركه مثل بومبوني وقت تتسكر من الطرفين صار عندي كزل العضل على العظم فصارت عندي القساوة العظم أعلى. الأفكار الثانية اللي بدنا نحكي عليها على الجهاز الهضمي والأخطاء الشائعة،
إياكم ثم إياكم ثم إياكم تأكلوا على شبع. اللقمة الوحيدة اللي بتاكلها على شبع هي السم القاتل اللي بتعمل عندك يا فتح لعضلة المعدة على المدى البعيد، بتصير بتشبع ببطء، بتصير بتنقرش أكثر. هاي اللقمة لا تستفين فيها، أول ما بتقلك معدتك أنا شبعت حتى لو بعينك بأكلة ما دقرت لسه وقفهم. هاي اللي بنعمل عنا، نحن بنعمل رياضات توسع معدة، مشان هيك انتشرت هلأ بهذا العصر عنا يا عمليات قص المعدة. فالفكرة انت مثل ما بدك تعرف انك انت ما توصل بكرة ان شاء الله لهيك مراحل اساسا تاخذ هيك قرارات عالية الخطورة، لكن انت بهاللقمة اللي عم تاكل فيها كل يوم فوق شبعك لو لقمة، يعني حتى سيدات المنزل بيقولوا لك حرام هي تنكب. نحن والله مو ضد فكرة اطلاقا، نحن مو مع ابدا رمي الطعام اطلاقا، ولا نحن سياستنا ولا بلادنا، لكن الفكرة هي سم قاتل على المعدة. يعني هاي اللي أنا بقول بكمل صحن ابني بهالأمور، هاي اللقيمات اللي شايفتيها بكرة يومي حتترجم معك بعد شهر بثلاثة كيلو، يمكن تعدي سنة ونص ما تعرفي تنزليهم. هاي تدريب للمعدة على اتساعها، هذا لقمة الشبع هي اللي بتمدد عضلة المعدة، فينتبهوا العالم من اللقمة اللي بعد الشبع مباشرة. أي حدا خجلني في لينكس كتير بعنا نمسكها ونحطها، ما احنا ما بتتاكل بعدين. الأكل على جوع يفرق كليا جدا عن الاكل عن شبع، فنحن الاكل عن شبع بنسميه بعلم التغذيه سم قاتل يوسع بالمعده وبيعمل لي مشاكل فيما بعد. خلينا شوي نحكي دكتور عن الاشخاص اللي بيعانوا من فقر الدم. بنشوف اشخاص انه ما عن فقر الدم بيقولوا انه والله معي بدي دواء حديد، ما بينتبهوا لشغلات ثانيه هي ممكن اللي سببت نقص دواء فقر حديد. خلينا نحكي عنهم شوي. بالضبط السؤال كثير هام. ليه؟ لانه كل عالم تعامل فقر الدم بالخضاب، انا خضابي 12 انا خضابي 11، وهذا شيء سطحي جدا. وبيلجأوا للصيدليه فورا وبياخذوا مستحضرات الحديد. مستحضرات الحديد عندي انا بدي شبه تشبيه بسيط، اذا انا بنتبه لانه شو عم باكل بأكل وانسى المصرف، اي مساله لنفرض يكون عندنا مسبح وعندنا له مصرف، هذا مفتوح هذا المصرف، انا اجيت شعبيت عليه شله لا يمكن يعبيه لانه مصرفه مفتوح هذا المسبح. انا سكرت هالمصرف ونزلت حنفيه عم تنقط عليه، بيجي بعد فتره تشوف لا يتعبى. فالفكره لا بالشلال ولا بالحنفيه، الفكره وين المصرف والبنيان. احيانا هذا شو حلو التشبيه دكتوره. لانه هو هذا الواقع، انك انت تنتبه مين اللي عم يفضي المخزن بفقر الدم، مين اللي عم يفضي مخازن الحديد بجسمك. في شيء اسمه حديد المصل بجسم الإنسان، هذا اللي ما بننتبه له بالضبط. حتى أنا حأعمل هي، شو يعني حديد المصل؟ حديد المصل مخزون عندي إياه، هذا لو نفرض دورة قوية ممكن تفضي المخزون عنا لا سمح الله. بالنسبة لأن نزيف بالمعدة بسيط، قديش نحن بنقول قرحة المعدة، قرحة المعدة بتعمل عندي إياه إتلاف للمخزون تبع حديد الجسم. أسباب كتير مرضية إذا ما انتبهت عرفت وين مصرفه للإنسان، حديد الكرة الأرضية ما بيعبيه. فهذا الفكرة الأساسية. هلا حتى نبسط فكرة المخزون بجسم، هلا لنفرض أنا وجارتي أنا معي مقدار معين من المبلغ، أنا طلعت بدي أتسوق أنا وياها مثلا معي 2000 وهي معها 2000. هلا وقت طلعت أتسوق أنا بالبيت عندي 10,000، هي ما عندها شيء، هي مخزونة صفر، مين أجرى على الصرف؟ أكيد أنا. تمام؟ فالفكرة الأساسية الدماغ وقت ما بيلاقي مخزون بيعطي للأعضاء نسبة حديد عندي إياها بأقل ما يمكن، بحيث ما بيكون سخي معها بالحديد، وهي اللي بتعمل مشاكل وهن عام، قلة تركيز، هرران شعر. هذا هو المفهوم العام للحديد، اني اعبي المخزن قبل ما انتبه للخضاب. الخضاب شيء سطحي، يعني رقم لا يغنيني شيء اني اعرف من هذا الانسان جاي فقر الدم تبعه. فقر الدم بيولد امراض كثيره، بيولد عدم شتتان بكل حياته للانسان، لا يستهان فيه. طب دكتوره هون شو بيكون الحل؟ الحل اني ادور على المصرف بالاول، كيف عم تشيك على المخزون تبعي عم يتعبى ولا لا. في اشياء كثير مهمه بتعبايه المخزون اسمها الشوندر او الانواع اللي فيها حمض الفوليك اسيد، هي بتعمل مغناطيس لحديد متوازن بالجسم، لانه احيانا كثير في انواع من فقر الدم بيمنعوا عنها الحديد اساسا. هي الاخطاء الشائعه في امراض فقر الدم اساسا ما لازم تعليله الحديد بالاكل، ولا بيصير عنده يا صباغ راسبي فبيصير بياذي الكلاوي. فهي الامور هي كلياتها لازم تكون في استشاره، في ثقافه عامه فيها، وفقط تكون سطحي بالمعلومه نحن تبعنا. طب كمان دكتوره رح نحكي عن واحده من الامور اللي كثير شائعه وخاصه بالفتره الاخيره، اللي هو البطن او الكرش اذا فينا نسميه. في كثير من الاشخاص بيعانوا من وزن زائد بمنطقه البطن وسمنه زائده ايضا بهذا المكان، ولكن هن بيمارسوا الرياضه، بيلعبوا الكثير من النشاطات لحتى هن يقضوا على هذا البطن. هل هي هذا الموضوع ممكن يساعد او لا مفروض يترافق مع نظام غذائي وحركات رياضيه معينه؟ حلو السؤال جولي. هلا
الفكرة الأساسية في نساء أو في ناس تفني عمرها كلها بالريجيمات حتى تحصل على بطن مسطح اللي بيشوفوه بالمجلات وبالتلفزيونات وهالأمور هاي. بدي خبر العالم يعني بشكل كتير مبسط إنه نسبة هدول الناس بالكرة الأرضية لا تتجاوز 1 بالـ1000 اللي بيستمتعوا ببطن مسطح 100%. وللمعلومة إنه لازم الإنسان يكون عنده شوية بروز ببطنه حتى ياخد النفس تبعه ويصير عملية هضمه بشكل كفيل. مو يعني أنا عم شجع الكروش هلأ والبطون والهالأمور هاي كلياتها أطلاقا لا، لكن الإنسان وقت بيعمل دايت نظامي وصحي وضل شوية بروز لا يفني حاله بعمليات وبتمرينات مجهدة ليطلع السيكس باكس هدولي والأمور هاي كلياتها ويغز إبا ببطنه حتى يفصل الهي. أنا ما بقول إنه هي مو جميلة، لكن الفكرة إنه وقت أنا بعرض جسمي لأنظمة مهلكة حتى يظهر هذا البطن المسطح وهو مو إشكال فيه إذا برز شوي. لكن هلأ كوصفة عامة عندي يا أكثر شيء بيسبب تطبل البطن هو طريقة الأكل الغلط. نحن بنقعد ساعات طويلة بالأكل بفترات عملنا ونرجع على وجبة بنقول يا ربنا، فهي بتعمل لحالة عندك يا سايزز بالبطن، غير إنه طبيعة طريقة ترتيب الأكل تبعنا. في معلومة كتير مهمة إنه ضع الفاكهة قبل اللحم حتى يتحول لشيء عندك يا تساعد عملية الهضم يتحول لخل بجسمك. فالفكرة الأساسية إنه نحن لا فواكهنا نحن حلوياتنا بعد الطعام. السكر يوجد عندك يا بقبل عملية الهضم شيء رائع، بيقلل عندك يا بيفتح لك شهيتك بيعمل شيء كتير لطيف. دخول السكاكر بعد وجبة اللحوم تعمل تخمرات تعفنات رهيبة هي اللي بتسبب التطبل والزوايا الدهنية عندك ياها وشحوم الكبد حتى. هاي الأفكار هي كتير مهمة. الشيء الثاني اللي بدنا اياه نقول الليمون والخل، الليمون والخل يكونوا بعد تناول الطعام لأنه بنقصوا نسبة الدهون داخل منطقة البطن. إن شاء الله يكونوا استفادوا إن شاء الله. يعني هيك دكتورة بنكون عطينا مشاهدينا فكرة كافية ووافية عن أهم الأخطاء الشائعة اللي نحن بنرتكبها بغذائنا اليومي وكيف ممكن نتفاداها. بدي اتشكرك كثير على وجودك معنا دكتوره ثواب الغبره، شكرا كثير وسعد صباحك. يسعد صباحك دكتوره. بيحتاج الجسم للعناية بشكل مستمر لحتى تقوم أعضائه بالعمل بكفاءة عالية، ومن الأمور المهمة اللي ممكن القيام فيها من أجل الحفاظ على صحة الجسم وكفاءته هو ممارسة التمارين الرياضية. لهيك خلونا ننتقل لمساحتنا الرياضية المخصصة مع برجيم معلق.